اخد رأيك في مباراة بيراميدز، شفت المباراة دي ازاي؟ احكي لي كده تفاصيلها، عشتها ازاي اليوم ده؟ احكي لي كمتفرج، سيبك من انا خليني مدرب كمتفرج كمتفرج طبعا. وبعد كده نتكلم فني. لا كمتفرج طبعا متعه متعه من الفرقتين. ماتش ده كاني بتفرج على ماتش خماسي، فما هجمه هنا هجمه هنا. طبعا متعه لان الجمهور مش عايز اكتر من كده. فطبعا متعه بالنسبه لك كمتفرج. بالنسبه بقى كتدريب يعني ما بتبقى صعبه شويه المدرب، لك مفيش تنظيم، الماتش مفتوح، اي حد ممكن يكون في اي وقت. فطبعا في كلام تاني، بس كجول مالي كبكلم دلوقتي كمتفرج، لا كان ماتش جميل وماتش ممتع، ويا ريت ماتشات كتير زي كده.